بلدي تركت البلد، طلعت من بلدي، أصدقائي موجودين، ما عاد أتحمل يعني بدي أعمل شيء في أكيد أنا ما بعرف عوائلهم، ما بعرف أطفالهم، ما بعرف نسوانهم، يعني بعرف إنه أكيد عم بتألموا. نعرف انه كل الانجازات اللي عم تصير بظروف مبنيه على انجاز كبير، وانجازات قواتنا المسلحه اللي لو ما كان فيها هالبطولات اللي عم نسمع عنها وعم نشوفها ما كان حدا فينا قادر يحقق اي شيء بحياته، يمكن ما كان عندنا وطن لحتى نحكي بالانجازات.